انه بشهادتي وبخبرتي انسى الموضوع، اكيد فيتامين واو يعني كمان واسطه. نرمين بتحكي اما فيتامين واو للصبايا طيب فول ميك اب للمقابله، او في بعض الشركات الخبره بتكون هي المقياس وهذا قليل. انا اصلا مش فاضي اشتغل هذا، اجواد بيحكي لنا لاني 24 ساعه بدور على شغل، شو رايكم؟ طيب هيك كانت يعني تعليقات شباب على صفحتنا على الفيسبوك شباب البلد، بتفوتوا بتعملوا لايك وبتصيروا اعضاء عنا. راح نروح نشوف اول شيء، انا بدي قبل ما نروح على خزان غزة المحاصر مع مرعي بشير، بدي اشكرك طلعت علوي على مساهمتك، اهلا وسهلا فيك، شرفتنا، شكرا، أهلا شكرا، يعطيك العافيه، شكرا. وبدي اشكر حازم ابو هلال على مشاركته، شكرا يا حازم، شكرا. راح نروح نشوف مع بعض فقره من خزان غزة المحاصر مع مرعي بشير. مطلوب موظف، مطلوب دكتور، مطلوب منشط، مطلوب سكرتيرة، مطلوب صيدلاني، كل الوظائف مش إلي، عالفاضي كل يوم بنشتري هالجرايد وعالفاضي علشان نلاقي لنا وظيفة بعد ما تخرجنا. هذا صاحبي محمود، اتخرج من الجامعة، روح على البيت يفرح أهله، أمه قعدت في الزغرف وأبوه كان طاير من الفرح. محمود كان أروع يوم في حياته لأنه تخرج وتريح من الدراسة وتكاليفها والرسوم والكتب والمواصلات. جارنا أبو حسين وأبو خليل وأبو سالم وأبو مصطفى اتجمعوا في حوش الدار علشان يهنوا أبو محمود. مبروك يا أبو محمود، اهنيت ابنك محمود رح يرفع راسك ويسد كل ديونك. يا محمود دير بالك، بنت الجيران كبرت ولازم تروح تتقدم لها. يا محمود دير بالك على اخوانك الاصغر منك، زي ما ابوك علمك لازم تعلم كمان اخوانك. مسكين محمود ما كانش بيقدر يرد على كل الناس، كان بيبتسم في وجوههم وجوا عيونه كبشة احلام. الله أعلم كيف كان أبو محمود بيقدر يوفر الرسوم والكتب والمواصلات لابنه في ظل هالحصار المفروض على قطاع غزة، وكان بوقتها محمود بيقدر يطلب من أبوه مصاري. بس اليوم صعب يطلب من أبوه لأنه صار خريج. ثاني يوم قال محمود بدنا ندور لنا على شغلة، لف كل خزان غزة ما لقي ولا شغلة. قال الله بعين، بلاش نشتغل حاجة في تخصصنا، بندورنا على شغلة عامل في مصنع. دور لف على كل المصانع لقيها مسكرة، والفاتح منها فيها عمال بجد شعر الراس. قال محمود أكيد لازم نلاقي لنا وظيفة في هالمؤسسات، ما هي مليانة في غزة، مؤسسات دولية ومحلية، يعني أنجوز مليان. محمود كل يوم صار يروح على أبو علاء بياع الفلافل علشان ياخذ منه هالجريده ويفتش الجرايد صفحه 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 على انه يلاقي وظيفه بتناسبه. للاسف المطلوب موظف بمواصفات عالميه، ان يكون حاصل على ماجستير فما فوق، ان يجيد اللغه الانجليزيه بطلاقه، ان يكون لديه خبره 4 سنوات. من وين بده يجيب كل هالاشياء وهو خريج صغير؟ بعديها قال محمود هو وكل شباب خزان غزة مالنا غير هالشغلتين، شغلتين ما بدها مواصفات عالمية، بدها بس انك تقرأ الفاتحة على روحك. اول حاجة انك تشتغل بالانفال، والشغلة الثانية انك تشتري لك تكتب وحقه مش رخيص. ومن يومها محمود كان حاصل انه هو يكون مهندس، بس اليوم صار ببيع شيبسي بوزع على الدكاكين، وهاي حكاية خرجي خزان غزة.
تحياتنا لمرعي بشير من خزان غزة المحاصر. يا مرعي، أنا بدي أحكي لك، إذا هيك الشباب بدوروا على شغل في غزة فأكيد يعني بنأمل بأنه الوضع ما يضل في غزة زي ما هو، على الأقل أنت بنأمل تقدر ترجع على شغلك في منتدى شارك الشباب المغلق في قطاع غزة من أكثر من 70 أو 80 يوم، وبأمل نقدر نصير نشتغل مع بعض أحسن من هيك وأحسن من هيك، لأن عارف أنك بتشتغل في الشوارع اليوم لأنه مكتبك مسكر. إذا ما في شغل وبدنا نسكر مكاتب بنشتغل فيها بيشتغلوا فيها كثير شباب. أول إشي رحبوا معي كمان هلا انضموا لنا ريم غنيم، أهلا وسهلا يا ريني. أهلا فيك. وكمان في محمد مبيض، أهلين محمد. حنحكي عن تجربتين يعني شخصيات مع ريم ومحمد، عن كيف بدوروا على شغل أو اشتغلوا كيف بحاولوا يخلقوا شغل. ريم، أول شيء احكي لنا عن طبيعة شغلك وكيف لقيتي هذا الشغل. أنا صار لي في سوق العمل تقريبا 2 سنين، يعني أنا بلشت بعد ما تخرجت من الجامعة، اتبعت الطريقة التقليدية اللي هي موجودة في الكتب اللي درستها اللي هي من ريسورسز، قالوا لنا نعمل CV كتير منيح وإنه نحاول إنه يعني نتواصل مع الشركات في سوق العمل، وهي كانت الطريقة اللي تبعتها. وبهذه الطريقة من دون أي واسطة قدرت ألاقي شغل، بس النكتة بتكون تكمن إنه كان مستوى الشغل غير متلائم مع طموحي كخريجة. يعني أنت كخريج تنصدم في واقع إنه أنت غير مسموح لك إلا إنه بوظائف متدنية النوعية، وهذا إشي بصدم وبحبط الموظف. يعني أنا ما قدرتش أصمد في هذه الوظيفة وقدمت استقالتي لأنه حسيت إنه هذا إشي ما بعرفني، وهذا إشي أنا ما درست عشان أشتغله، أنه كنت بس إنه بالبداية كموظفة استقبال، يعني ما كملت الشهر وطلعت. للأسف إنه إذا أنت ما بتعرفش حدا زي ما قال السيد طلعت قبل، أنت يعني ممكن تكون ضايع بهذا السوق أو طاير في محل إنه أنت مش عارف، يعني حسب الصدفة أو يعني احتمالية إنه أنت تلاقي الشغل بناسبك كتير ضعيفة. ما خفتي من تلاقي الشغل؟ يعني استقلتي من شغلك قبل ما تلاقي شغل تاني ولا؟ لا، ما لقيت الشغل تاني، بس لا ما خفتش لأنه أنا بآمن بنفسي. يعني عرفت إنه أنا يعني أنا أثبتت أمام نفسي في حياتي أكثر من مرة إنه أنا بقدر أعمل وبقدر أوصل. شو دارسة أنت؟ إدارة أعمال. نعم، وهلأ شو بتشتغلي؟ هلأ بشتغل منسقة مهرجان رام الله الرقص المعاصر 2011. أمضل يعني شو المدة اللي ضليتي فيها بدون شغل بعد ما استقلت من الوظيفة الأولى؟ كانت مدة تقريبا شهر، بس أنا في شغلي هداك اللي أنا طلعت منه كان في ناس زملاء حولي كانوا كنت بتحدث معهم. يعني أنا بشغلي قدرت أبني علاقة، يعني علاقات اجتماعية داخل الشغل، وقدرت أتواصل مع الناس الموجودين هناك وشافوا في إمكانيات مستقبلية يعني واعدة. نعم. فكانوا هم بيعرفوا ناس في سوق العمل فعرفوني على أشخاص، يعني بحكوا لي إنه ابعتي لنا السي في وإحنا بنبعته لأشخاص إحنا بنعرفهم. وفعلا أنا رحت قدمت السي في عند هذا الشخص وكان مقدمين له أكثر من سي في، وعمل معنا انترفيوز وأنا اللي يعني نجحت بالانترفيو وأخذت الوظيفة. كانت شركة استشارات لاحقا. نعم. أو بس شو أكثر إشي بتحسي حالك تتميزي فيه مشان تشتغلي بصراحة؟ يعني مثلا الأكاديمي اللي درستي في إدارة الأعمال ولا قدراتك على الكمبيوتر ولا لغتك بالإنجليزي مثلا، يعني هاي أكثر صفة ولا مهارات شخصية تانية قيادية مثلا؟ أنا بحس أني أنا بتعلم بسرعة إذا كان في أنه في أمامي إنسان يعني مستعد أنه يعلمني، ويعني أنا بتعلم سريعا. أنا كمان هذا أنا بحبش أنه أتوقف، يعني بحب إنه أطور، بحب أنا كتير بعرف ألاقي الفرص وكيف أربط الأشياء مع بعض، بس يعني كتير واقع السوق غير يعني عن إنه أنت كيف التصور. وأنا بحس إنه هذا الإشي بيأثر على نوعية تقديم العمل في وظيفتك نفسها وكشركة ككل، يعني أنت كيف بتقدر إنه الإشي اللي أنت بتآمن فيه واللي أنت شايفه صح إنك تثبته على أرض الواقع، هذه صعوبة بواجهها. نعم. يعني محمد ما استناش، ورغم انه طالب ولكن ما استنى يتخرج ويصير يدور على الشغل. محمد راح يحكي لنا عن فكره شركه افكار شبابيه اللي من خلالها محمد بيؤمن انه ممكن هو يشتغل وغيره يشتغل كمان من خلال كل شاب وصبيه من اللي مشاركين معه بايش مبدعين. احكي لنا عن فكرتك يا محمد. انا حاليا لسه بدرس بجامعه بيرزيت سنه ثالثه.
سحبت سنة ورجعت وحولت وميت شغلة وشغلة عملت في الجامعة. هيك من زمان يعني من وانا صغير في عندي شغف ان دائما اعمل الاشياء اللي بفكر فيها. عملت شيء اسمه بال ايدياز افكار من فلسطين، بنشتغل على 12 فكره، في 40 شاب وصبيه بيشتغلوا معي بالفريق حاليا، اعمارهم من 16 ل 25 سنه، في طلاب مدارس وطلاب جامعات. بنشتغل على 12 فكره، في منهم شيء مجتمعي بيختص بالشباب، انشطه ميدانيه، بنتطوع في البلد بدون مقابل. في شيء يعني بتقدر تحكي انه بزنس، زي تصميم، عملنا راديو شبابي هلا زينب بتحكي لنا عنه، كمان عملنا ماركة بلايز شبابية برضو مرام بتحكي لنا عنه. يعني بالبداية واجهنا صعوبة من ناحية مادية، كيف بدنا نجيب دعم، كيف بدنا نبلش، وين نروح. بصراحة يعني بنشتغل على هاي الأفكار عشان من خلالها إحنا نوقف، يعني نجيب عائد ونشغل الأفكار الثانية. قديش يعني حسيت إنه في شباب وصبايا متحمسين لفكرة إنهم يفوتوا في هاي الشركة الشبابية اللي من خلالها كل واحد في إيش مبدع ممكن يشتغل؟ يعني في يعني كتير إقبال، لحد هلأ في إقبال شديد. وإحنا أحكي لك إنه ما بنعمل اختبار لأي شاب إنه لازم يكون في مواصفات معينة عشان يدخل معنا، لا، إحنا في عنا فكرة إنه أي حدا أصلاً بيحكي عن حاله فيش عنده إشي، هو بحد ذاته عنده. يعني إحنا منجيبه نتعلم منه، بتعلم منه، نخلق الإشي اللي أكيد بيكون موجود عند كل حدا. ولسه يعني احنا في بدايه الطريق وعندنا 40 شاب وصبيه. نعم. ولسه يعني بنطمح انه يصير. هلا راح نشوف كمان شوي مع الصبايا، بس انا بدي ارجع لك ريم. اليوم كم وحده من صاحباتك بتعرفيهم تخرجوا معك ولا اليوم مش لاقيين شغل؟ بصراحه انا لا، بصراحه يعني صفي كلهم شاطرين. لا يعني اذا ما شفتش حدا من اللي بعرفهم عنده مش سفي مثلك، يعني بعرفش كيف توظفوا، يعني ما دورتش. بس انا بحب بصراحه انوه على اللي حكى زميلي محمد حكى عن إشي كتير خطير. انا يعني من تجاربي في خلال سوق العمل بحس انه هو هذا اللي ممكن يفيد او يكون هو علاج، انه هو اليات الاستقطاب عندنا اللي فيها مشكله. كيف انه تقدر يعني اليات الاستقطاب، يعني في التقرير حتى شخص حكى من غزه قال انه يعني انا واحد من الناس فتحت الجريده وحاولت انه ابدا يعني الاقي الفاضي، لا فتحت الجريده يعني في يعني وظائف في الجريده، يعني قلبي كان يدق انه انا اكون في هاي الوظيفه، وكان عندي احلام وتصورات ويعني بقدر اعمل هيك في هاي الوظيفه، ويعني كان عندي تصور كامل يعني عن كيف هاي الوظيفه ممكن تكون. بس انه قديش ايش مطلوب لهي الوظيفه هو إشي كتير ابعد من اللي انا عندي من قدراتي على الاقل هلا، بالضبط من قدراتي الحاليه. فانه هاي الشركات يعني او هاي المؤسسات والواقع على فكره بيفرز لنا، وهو يعني واقعي جدا. يعني انا من خلال هلا سوق العمل انا عندي إشي بقدر احكي يعني يعتمد عليه، يعني انا مش انه بتخيله لاني انا في سوق العمل، انه هاي المواصفات ما بتفرز ناس هم الرجل المكان المناسب في المكان المناسب. يعني هو بيحقق هاي الاشياء الموجوده في الجريده ممكن، لكن هل هو فعلا يلائم هاي الوظيفه؟ لا. اذا عندنا مشكله في اليات الاستقطاب، وفي عندنا يعني ممكن يكون في اليات مختلفه بتفرز اشياء مختلفه. وانا عندي تصور. نعم، خلينا نشوف كمان بعض افكار من مرام. ممكن من مرام. مرام تحكي لنا سريعا عن فكره البلايز تدخلوها في بال ايدياز. طبعا مثل ما حكى محمد، فكره بال ايدياز بتضم 12 فكره فلسطينيه. واحده من ال 12 فكره هي فكره ماركه فلسطينيه اطلقتها مجموعه بال ايدياز واللي سميت بيو. يو عباره عن بلايز، هاي البلايز شبابية بتعبر عن الشباب بشكل جدا عفوي. وإذا موضوع الحلقة لليوم هو الـ unemployment أو إنه الواحد عاطل عن العمل، فهي أول بلوزة بتحكي عن زي هيك صورة إجر وجواها عاطل عن العمل. ففي حتى واحدة من صاحباتنا كانت لبساها في يوم وراحت على صالون، فسألتها صاحبة الصالون شو أنت يعني بدك شغل أو إشي زي هيك. فإنه زي ما حكيت أنت كمان بالتعليقات اللي على الفيسبوك، إنه ممكن واحدة من الكرياتيف تولز إنك أنت توظف حالك تلبس بلوزة مكتوب عليها إشي زي هيك. في كمان بلايز زي مثلا بعد بكرة الخميس، بلايز هيك زي تقريبا يعني ممكن تلبسها يوم ثلاثة بعد بكرة، يعني بتلبسها يوم ثلاثة، بتلبسها لما يوم الخميس مميز بالنسبة لك، بتلبسها لما اليوم أربعة لأنه يوم الجمعة عطلة، يعني تشتت الناس. يعني هي تقريبا أفكار أخذناها من الشباب
ورسومات وكلمات شيء زي هيك. تعطينا نحكي مع زينة احكي لنا عن فكره سيو راديو اللي هي جزء من افكاركم. هلا فكره سيو راديو برضه واحده من 12 فكره الموجودين بمجموعه افكار بال ايدياز. هدفها كان انه الشباب هم من خلال افكارهم هم وطبيعه مشاعرهم وحابين يعكسوا شيء معين بواقعهم يسجلوا حلقات هي حلقات ناقده وساخره بشكل كوميدي بتعبر عن اشياء اجتماعيه بتصير او ظواهر يعني موجوده الكل بواجهها وبمروا فيها الشباب. وهيك هاي الحلقات يعني سجلناها عشان اول شيء تنبث على الانترنت وسجلنا يعني جزء منها حطيناه على يوتيوب. فهي الفكره انه اصلا الشباب هم اللي بكتبوا نصوص هاي الحلقات وبرضه الشباب هم اللي بيسجلوها عشان يحاولوا يوصلوا الاشياء اللي هم بيفكروا فيها. وهي يعني كثير يعني لقت كثير اعجاب لانه هي قريبه كثير لهم. وطبعا يعني عم بنحاول من خلال انه ننجحها من خلال انه يكون في علاقه مع واحده من الاذاعات المحليه ونقدر انه بهاي الطريقه نشغل شباب ونفيد شباب ونمتعهم كمان. طيب شو رايكم نروح نشوف سيو راديو اللي هي جزء من يعني شغل بال ايدياز مع مجموعه الشباب والصبايا اللي بيشتغلوا سوا مع محمد؟ راح نشوف او نسمع على الجهتين. مش في صوره نسمع ونشوف. خلونا نشوف جزء من سيو راديو في بال ايدياز. هذا ابني يا جماعة الخير راح أمريكا قبل 30 سنة. قال إن البلد مش عجبته وهو مش لاقي شغل فراح أمريكا يعيش الحلم الأمريكي. The American Dream يعني. بكى يجي تشيل صفية ومع الوقت كلت زياراته. أول ما راح أمريكا اتجوز واحدة أمريكانية اسمها جوزلين. لا فستوكلين كان جوزلين كان. وخلف منها ولد وبنت. والله إني بحبهم جدي بس يختي بفهمش عليهم إشي بس يجوا. وهذا ابن الهبل بيعرفش الدوالي. الله يقطمها اللي عودتهم على البرجر والبيسا. ومع الوقت تعودنا عليهم وأصلاً بطلوا يجوا غير مرة جل 3-4 سنين. وآخر مرة قطعونا 7 سنين كاملات وبس إجوا. يا حبيبي منيح إلا الله أخذ أمان يا أبو عبود قبل ما تشوف هالمنظر. Laid back cruising, came a long way from that outside of Houston. Never thought one day I'd make it out the trap. هذا ابن ابنك لبس لي بنطلون أكبر منه مرتاح في 4 نمر وبلوزة يا رب لا توخذني شكلها باكي شرشف مجوز وعملها بلوزة. بس الحمد لله صار يحكي شوية عربي بس بكسر. يا ستر رحنا على دير دبوان وبكينا بدنا نشتري شوية حوايج بس أبوي قال إن شان غالي بلا وأنا مروح على البلاد عشان أجيب عروسة. تعرفي يا ستي بقدرش أتجوز واحدة أمريكانية ولا تشوف بنت ابنك خاز كذنيها 6 خزوك عدقتهم والثانية بتحكيش عربي بالمرة بس للأمانة لبسها مسكر وقالت لي إنها بجوز تتحجب بس بكل عامر ابن أخوي إن تشل البنات هذول اللي ببكين في أمريكا بس لما يجوا عنا بلبسن هيك يعني في أمريكا بلبسن السكيني والميني وعلى مدار السيني. ويلي شو بدك قول هذول عرب أمريكان بس والله العليم إنهم نسيوا جزء عرب في الموضوع. الله يوفقهم ويرحمك يا أبو عبو يرحم سيدكم يا ولاد. كنت معكم ام عبود سيريل. اكيد عجبكم سيريلي هلا. عجبك؟ كثير حلو. شو احلى شيء فيه؟ انه كثير قريب للقلب. ولا الفكره هي الفكره كلها انها قريبه بسيطه بتحاكي الشباب وبتحكي يعني بلغه الواقع. بتعتقدي انه
في مشاكل عند الصبايا بيواجهوها أكثر من الشباب في إنهم يلاقوا شغل؟ يعني له علاقة في إنهم هم صبايا أصلاً؟ في عندك، أنا يعني بحكي عن نطاقي، يعني أنا ما بقدر أحكي عن الكل، بس مثلاً أنا أختي كانت مهندسة كهرباء وقدمت للشركة يعني معينة، فقالوا لها إنه لأنك أنت صبية، مع أنها هي عبقرية يعني، يعني أنت ممكن تتأخري بالليل وهيك، يعني طبيعة المجتمع فرضت نوع من آلية القبول لبعض الوظائف إنه عند الصبايا، زي إنه المهندسات يعني لازم إنهم يتأخروا بالليل وهيك، فإنه الشركة فرضا يعني قررت. طب بلكي البنت بتقدر تتأخر، شو خصهم يعني؟ هذا هو، يعني هذا كان مستفز يعني. مع إنه الشباب بيقولوا إنه في تمييز إيجابي مرات لصالح الصبايا، بصير؟ في كمان، في يعني أنا بحب أكون يعني موضوعية، في يعني في بنات بيستغلوا الجانب الأنثوي إلهم، وهذا يعني موجود في كل أنحاء العالم، يعني أنا هذا ضده. كثير في البلد ولا؟ بعرفش إذا هو كيف كتير أو لا، بس أنا سمعت يعني من الناس كتير رولي يعني قصصهم الشخصية، كان في يعني زي ما تحكي observations صارت على أرض الواقع وبتصير وعم بسمع فيها دايما. محمد، شو بتحب تحكي للشباب اللي عندهم أفكار وخايفين يبلشوا يشتغلوا عليها؟ ما يخافوش، عن جد عن جد، يعني بكل بساطة، لا بدي أقعد أفلسف الحكي ولا إشي. شباب عن جد، أي حدا عنده أي فكرة أي إشي ما يخافش. بجوز الشاب دائما لما بدي يجي يبلش بفكرة معينة بحط قدامه كل المعوقات، معيش مصاري، ما بعرفش حدا، وين بدي أروح. لا يعني فكر أكتر بإيجابيات الفكرة اللي أنت بتفكر فيها، وزي ما بيحكوها يعني اطحش. طيب قبل ما نطحش مع بعض بدي أشكرك محمد مبيض، شكرا لك لأفكارك، يعطيك ألف عافية. شكرا. ريم غنيم، أنا بشكرك على جرأتك وعلى شخصيتك، وإن شاء الله أنه بتلاقي الوظيفة اللي بالضبط بدك إياها. شكرا لوجودك معنا، أهلا وسهلا. راح نروح نشوف فقرة لو كان، آخر فقرة في البرنامج، لو كان معك فلوس طالما بنحكي على الحكي، شو أول إشي بتفكر تشتريه؟ مشروع أو إشي خاص فيه، بعمل مشروع أستفيد منه أنا وأهل بلدي. أول إشي بأساس شغلي، يعني أول إشي يعني أنا بدرس أسنان، يعني أول إشي بسوي عيادة ماشي، وأكيد الواحد يعني بدي يترفه في مصاري، أكيد يعني راح تشتري سيارة، راح تتنزه فيهم. يعني في الوقت الحاضر يعني ما فيش إشي كتير نعمل في البصورة، يعني الواحد بس ما بضل عايش، أما بخليهم لبعض التخرج، بعد التخرج يعني ممكن الواحد يعمل فيهم كتير أشياء. أول شيء بعمله بشتري فلوس كتير سيارة وشقة، بشتري سيارة كويسة وبعمل ماستر، بشتري مرسيدس شبع، بوزع نصن على الفقراء وبلف العالم بالباكة، بشتري سيارة. إيش مش عارف، لا بتوقع بفتح مشروع يعني فيهم. أنا سيارة. أنا كل بني آدم له هدف في حياته، أول هدف إلي إني أودي أمي وأبوي على الحج، هذا أول هدف. ثاني إشي ممكن أفتح مشروع، ممكن أكمل دراسات عليا. شو بدي أعمل؟ بتجوز. لو كان معه فلوس بتزوج هو، مش أنا طبعاً. لو كان معه فلوس بتزوج. كتير الشباب بفكروا مرات يعني بالسيارات، مش عارف ليش، ولكن قليل فكروا بمشاريع زي ما شفنا في التقرير. آخر إشي بدي أحكيه إنه تابعونا الحلقة الجاي في برنامج شباب بلد، رح نحكي عن التشتت الجغرافي وتأثيره على الشباب والصبايا في البلد. شاركونا عن طريق صفحتنا على الفيسبوك شباب البلد بالعربي، اعملوا لايك وراح تكونوا تتابعوا أخبار برنامجنا أول بأول. بشكر كل القائمين على البرنامج، الشباب اللي بيصوروا معنا يعطيهم ألف عافية، وطاقم الإضاءة والصوت والنقل وكل الشباب، وتحديدا المخرج بلاش يعصب لأنه كان بعصب طول الوقت وهو بحكي معي من داني. بنشوفكم على خير في حلقة جاي، إلى اللقاء.